طالبت رئاسة إقليم كردستان العراق من حزب العمال الكردستاني إخراج قواعده من أراضيها لتفادي وقوع ضحايا مدنيين جراء الغارات التركية التي أودت بحياة مواطنين في قرية زاركلي شمال إربيل. وجاء في بيان رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أنه يجب على قوات حزب العمال الكردستاني إبعاد ساحة الحرب عن إقليم كردستان لكي لا يصبح المواطنون ضحايا الحرب والصراع. وكانت أنقرة قد أطلقت عملية عسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ومتمردي حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل شمال العراق وفي المنطقة الحدودية التركية مع العراق.